بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. فوالله الذي لا إله إلا هو، رأيت في المنام امرأة قبيحة ومعها أطفال على صورتها، فقالت: نحن من أهل الأرض، أتينا لنخرجكم من هذا البيت، ولكن أخرجتمونا بسورة البقرة. أما بعد، أحبتي في الله، سأحدثكم في هذه الخطبة إن شاء الله ما يبهر عقولكم، سأحدثكم في هذه الخطبة ما يبهر عقولكم، فأعيروني السمع والأبصار والأفئدة، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قصة عجيبة حدثت مع فتاة مسلمة، كانت امرأة صالحة وجميلة ومن عائلة ثرية، فتقدم رجل لخطبتها فرفضته لعدم استقامته، فهي امرأة صالحة وتريد رجلا صالحا مستقيما، فاستشاط غيظا وغضب غضبا شديدا: كيف لمثل هذه أن ترفضني وأنا فلان ابن فلان؟ فأراد أن ينتقم منها، فسول له الشيطان أن يذهب إلى السحرة، لا لشيء، فقط ليذلها فقط. فانطلق إلى أحدهم وقال له: أريد هذه الفتاة، أريد أن أتزوجها، لا لشيء، فقط لأكسر أنفها. فقال له الساحر: الأمر يكلفك كثيرا من المال. قال: ليس لدي مشكلة، المهم أن أكسر أنفها وأن أذلها. فقال تعالى: في الصباح يكون الأمر منتهيا. فجاءهم في اليوم التالي فقال له الساحر: لم أستطع أن أفعل شيئا. جن جنونه، كيف ساحر وا قال له: لم أستطع أن أفعل شيئا مع هذه الفتاة، ولكن سأساعدك، اذهب إلى الساحر فلان، هو أقوى مني وأقدر مني. فانطلق إليه وقال له: أريد كذا وكذا. قال تعالى: في الصباح يكون الأمر منتهيا. فجاءه في اليوم التالي فقال له الساحر: لم أستطع أن أفعل شيئا، ولكن سأساعدك، اذهب إلى الساحر فلان، هو كبيرنا الذي علمنا السحر، الخبيث الأكبر، اذهب إليه لعله يستطيع، وأكيد سيستطيع. فذهب إليه وقال له: أريد كذا وكذا. فقال: سيكلفك هذا الأمر مبلغا كذا وكذا، وطلب مبلغا كبيرا. فقال: لا إشكال، سأعطيك، المهم أن أذلها. الأمر صار انتقام. قال تعالى: في الصباح وستكون كالخاتم في يدك. فجاءه في اليوم التالي فقال له الساحر: نجوم السماء أقرب إليك من أن تمس هذه الفتاة. صعق. نجوم السماء
أقرب إليك من أن تمس هذه الفتاة؟ فقال له: وما السبب؟ لماذا؟ ماذا تفعل؟ قال: هي متحصنة بأذكارها، وزيادة على ذلك لا تنام حتى تقرأ سورة البقرة في كل يوم، في كل ليلة، فأنى لنا أن نؤذيها أو أن نصل إليها؟ تقرأ سورة البقرة في كل ليلة قبل أن تنام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا يستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، لا يقدرون على إيذاء من يقرأ سورة البقرة ويحافظ عليها، لا يقدرون على إيصال الأذى إلى بيت تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا موضوع خطبتنا في هذا اليوم المبارك، عجائب سورة البقرة، عجائب. اسمعوا يا أحباب، هذه امرأة تعيش في نكد وهم وغم وصراع مع زوجها وعيالها، حياتها كلها مشاكل، ضيق في البيت، مشاكل، هم، غم. فجاءتها جارتها في يوم من الأيام وقالت لها: لما لا تقرئين سورة البقرة؟ وذكرت لها ما فيها من البركات والخيرات والأنوار. تقول هذه المرأة: فواظبت على قراءة سورة البقرة. تقول: فوالله الذي لا إله إلا هو، رأيت في المنام امرأة قبيحة ومعها أطفال على صورتها. فقالت، أي تلك المرأة القبيحة، قالت: نحن من سكان الأرض، نحن من أهل الأرض، أتينا لنخرجكم من هذا البيت، ولكن أخرجتمونا بسورة البقرة. نحن من أهل الأرض، جئنا لنخرجكم من هذا البيت، شياطين جن، ولكن أخرجتمونا بسورة البقرة. وصدق حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ينفر، يفر، يهرب، لا يدخله، لأن الشياطين هذه تنتشر في الأرض لتفسد، فتوسوس لهذا وتوسوس لهذا، وتدخل إلى بيوت المسلمين فتجعل فيها اضطرابات ومشاكل. ذا جاء ذا يعني ذكر ذلك في أحاديث كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل إلى بيته ولم يسلم ولم يذكر الله على طعامه، ماذا يقول الشيطان؟ يقول لمن معه: أدركتم المبيت والعشاء. وين؟ في هذا البيت. وتخيل بيتا يعني صار فندقا للشياطين، تخيل كيف سيكون حاله. جاء في الحديث الصحيح أن إبليس كل يوم يبعث سراياه، يعني جنوده، الجن، روحه، أفسدوا في الأرض. فبعد ما يعني يرجعوا فبيقول لفلان، لأحد يعني الجان، بيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركت فلانا حتى جعلته يشرب الخمر. والثاني بيقول: ما تركت فلانا حتى جعلته يزني. والثالث قتل نفسا، وهكذا، حتى يأتي إلى أحد فيقول: وأنت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين أهله، يعني بينه وبين زوجته. فماذا يقول إبليس؟ يقول له: أنت 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 أنت، يعني أنت فعلك أعظم شيء. ليش؟ لأنه هذا بيدمر الأمة، بفتت الأمة، وهكذا. لذلك تحصنوا وحصنوا بيوتكم، حصنوا بيوتكم بالأذكار، بالقرآن، بسورة البقرة. وهذه فتاة بلغت من العمر 40 سنة ولم تتزوج،
وكانت تجد نفورا شديدا من الرجال، نفور شديد. في يوم من الأيام سمعت مقطعا يتحدث عن فضل سورة البقرة، فقالت سألتزم بها، فواظبت على قراءتها ليلا نهارا. تقول والله العظيم في يوم من الأيام وأنا أقرأ بسورة البقرة وإذا بي صوت عظيم يصدر بفناء المنزل، يعني بأرض الدار، وكأن شيئا عظيما سقط على الأرض. فخرجت مسرعة وإذا بالشجرة التي عندنا في الدار سقطت على الأرض، وخرج سحر من تحتها، سحر مدفون تحت الشجرة 40 سنة. قالت وأنا الآن بفضل الله متزوجة وعندي أولاد وأنعم بحياة طيبة وسكينة. سبحان الله سبحان الله. وامرأة أيضا تشتكي من ضيق في بيتها ومشاكل وكذا، لما داومت على سورة البقرة سبحان الله قالت وكأن الأنوار بدأت تتفجر عندنا في البيت، سكينة، حتى زوجي هدأ، أولادي هدأوا، بركات عجيبة سبحان الله. وهذا رجل يقول كنت يعني أملك عدة شركات، عددا من الشركات، وكنت صاحب مال كبير كثير، ففجأة تغير الحال وأصبت بانتكاسات عظيمة كبيرة، ويعني صار علي ديون كثيرة، حتى سمعت يوما من الأيام مقطعا أيضا يتحدث عن سورة البقرة، قال فالتزمت بها حتى حفظتها من كثرة تكرارها وأصبح جزءا مني. يقول والله ما هي إلا سنوات حتى تبدل الحال وعادت أموالي وشركاتي وقضيت ديوني. والله قصص واقعية، ماذا أحدثكم، قصص كثيرة كثيرة وعجيبة. في ناس شفوا من أمراض، في ناس سبحان الله حلت لهم عقد وكربات، في ناس تغلبوا على الوسواس، في كثير من الناس يعانون من مرض الوسواس، تغلبوا على هذا المرض بسورة البقرة. كثير من الناس تغلبوا على المس بسورة البقرة. المس ممكن يكون بعين، ممكن يكون من حسد، ممكن يكون بسحر، وممكن يكون أذية، يعني ما شرط يكون سحر أو عينك أذية، يكون واحد في التواليت يؤذيه لأنه ما متحصن بأذكاره، يؤذوه الجن في الحمام، جن عاشق يمسه يصيبه بأذى، وإلى ما هنالك. فتحصنوا يا عباد الله، هذه السورة عظيمة، ماذا أحدثكم عنها؟ اسمعوا ماذا قال حبيبكم رسول الله بعد أن تصلوا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن، داوموا على قراءته، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال اقرأوا الزهراوين، يعني خصص هالسورتين هذولي، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اقرأوا الزهراوين، الزهراوان يعني المنيران المضيئان لما فيهما من الأنوار والبركات والخيرات والرحمة والسكينة. اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، بيجوا يوم القيامة سحابتين يظللان صاحبهما الذي كان يقرأهما في الدنيا ويداوم على قراءتهما، يحاجان عن صاحبهما، يشفعان له عند الله. سبحان الله، القرآن يأتي وتتقدمه سورة البقرة وآل عمران، لهما خصوصية. ثم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، تجد البركة في نفسك، في صحتك، في أولادك، في أهلك، في زوجتك، في مالك، بركة بركة. وتركها حسرة لما يفوتك من البركات ولا تستطيعها البطلة.
لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذه السورة فيها آية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية، آية الكرسي، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. بل اسمعوا ماذا قال رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن لها، أي لآية الكرسي، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، من قرأها في ليلة حفظه الله بها حتى يصبح، حفظه من الشياطين ومن الشرور ومن الأذى. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد ما تخلص من الصلاة دبر كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فضلها عظيم، أجرها كبير، نقولها في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار بعد الصلوات. لماذا؟ لأنها حصن منيع، حصن حصين، فيها قوة روحية. ما هذه القوة الروحية؟ إنها التوحيد، التوحيد الذي إذا عظم في قلوبنا عصمنا، عصمنا من الشرور، لأن المتصرف في هذا الكون هو الله، الله جل جلاله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يعجزه، لا يثقله حفظهما وحفظ من فيهما سبحانه وتعالى. في هذه السورة أيضا، وحد الله، في هذه السورة أيضا آيتان من أعظم آيات القرآن، قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما آيتان من كنز العرش، من كنز العرش. قال عليه الصلاة والسلام: الآيات، أو أوتيت الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. آمن الرسول، والآية اللي بعدها شو؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، آخر آيتين بسورة البقرة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع، قال، صوتا قويا، فرفع رأسه فقال: هذا باب فتح من السماء اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. في حدث عظيم، فنزل ملك فقال: هذا ملك لم ينزل قط إلا اليوم، لم ينزل من قبل أبدا، هذا فقط في اليوم، هذا، هذا الباب وهذا الملك. قال: فسلم، سلم ذلك الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك، فاتحة الكتاب سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وخواتيم سورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ قال بعض أهل العلم: أي كفتاه من قيام الليل. قال بعض أهل العلم: أي كفتاه من الأجر مما سواهما لما فيهما من الأجر العظيم. قال بعض أهل العلم: أي كفتاه حفظتاه، الله يحفظه بهما من الشرور، من الشياطين، من الأذى، من المس، إلى ما هنالك. ماذا أحدثكم عن سورة البقرة يا عباد الله؟
سورة عظيمة فيها عجائب، فيها أسرار عظيمة. لماذا سميت سورة البقرة بسورة البقرة؟ أنا سأذكر لكم بعض الأمور حتى أعلقكم بهذه السورة وتنطلقوا إن شاء الله في حفظها وتعلمها وتدبرها. لماذا سميت سورة البقرة بسورة البقرة؟ أغلبنا يقول لأن قصة البقرة ذكرت في هذه السورة، أليس كذلك؟ لا، في سر أعظم من هيك بكتير. لماذا لم تسمى بسورة الكرسي؟ لأنه أعظم آية هي آية الكرسي. لماذا لم تسمى بسورة طالوت وجالوت أو إبراهيم والنمرود أو سورة بناء البيت أو بسورة الدين، أطول آية في سورة البقرة وإلى ما هنالك، أو سورة تحويل القبلة فيها قصص عظيمة وأحداث كبيرة، لماذا بالتحديد سورة البقرة؟ في تسميتها بسورة البقرة إشارة حمراء، إشارة حمراء، كرت أحمر، إشارة حمراء تحذيرية لهذه الأمة من تلقي أوامر الله تبارك وتعالى بالتلكؤ والتساؤل والسخرية وغير ذلك. وهذا حال من؟ حال بني إسرائيل. وهنا يظهر لنا الربط العظيم بين اسم السورة وبين مضمونها. أليس مضمونها هو قواعد الدين وقواعد العلم؟ أكثر سورة فيها أحكام، قواعد الدين، قواعد العلم. سبحان الله، وكأن الله تعالى يقول هذه قواعد الدين وهذه شريعتي فاحذروا أن تكونوا مثل هؤلاء. مثل مين؟ بني إسرائيل. وإذ قال موسى، فجاءت قصة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شو قالوا؟ هو عم يقول لهم إن الله يأمركم، فقالوا أتتخذونا هزوا؟ ما قال لهم، يعني موسى قال اذبحوا بقرة إنه خلص الله أوحى لي كذا، اذبح، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ شوف إلى أي حد وصل هؤلاء. ثم بعد ذلك بلشت التساؤلات والسخرية وكذا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وهكذا. فاحذروا أن تكونوا مثل هؤلاء. ثم بدأت السورة بقضية عظيمة، ألا وهي كمال القرآن. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ليش ما قال هذا الكتاب؟ قال ذلك، ذلك هنا للبعد للعلو، أي مكانته عالية، لأنه بعد صفحتين كان في تحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في تحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، إلى آخر الآيات في تحدي. ذلك كتاب محفوظ مكانه عالي، الذي حفظه وتكفل به هو الله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو من عند الله لا شك في ذلك. شو قال بعدها؟ هدى، هدى، أي فيه هدايتكم. غاية هذا الكتاب هو هدايتكم، هدى للمتقين. ليش ما قال هدى للعالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هدى للمتقين، لأن أشد الناس انتفاعا بالقرآن هم الذين يقبلون عليه. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذول اللي بينتفعوا، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إلى آخر الآيات. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بس واحد آمن بالغيب هذا يخاف. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا مطيع متقي، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر المتقين ثم الكافرين
ثم المنافقين، ثم جاء أول أمر في القرآن. ما هو أول أمر؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر، وهذا الأمر هو الذي جاء به كل الأنبياء والمرسلون. هذا الأمر الذي خلقت من أجله السماوات والأرضون وهذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاءت قصة آدم. ليش قصة آدم بالبداية؟ لأنه أول الخلق، وهو النموذج الأول لتلقي أوامر الله تبارك وتعالى، النموذج الأول. وفي نفس القصة ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. شوف تلقي أوامر. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. ثم جاءت قصة بني إسرائيل في أكثر من 80 آية. 80 آية. ليش بعد قصة سيدنا آدم؟ في سر عجيب يا أخوان. لكي يقول الله تبارك وتعالى لنا: هؤلاء هذه الأمة سبقتكم في تلقي أوامر الله ففشلوا، فاحذروا أن تكونوا مثلهم. 80 آية، خلاصة كل هالآيات: سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. فليكن شعاركم: سمعنا وأطعنا. وبهذا ختمت سورة البقرة. آمن الرسول إلى آخره وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف الربط العجيب. شوف لما تدرس القرآن وتتدبر شيء عجيب، تحلق عاليا من جماله وكماله وجلاله. سبحان الله. سبحانك يا رب، ما أعظمك وما أعظم كلامك وما أحلى كلامك. سبحان الله. ثم جاءت قصة ماذا؟ إبراهيم، بناء البيت. لماذا؟ ليربطنا بالأصل الثاني، وليربطنا بسيدنا محمد خاتم المرسلين ونبي هذه الأمة. من الذي شارك إبراهيم في بناء البيت؟ من؟ إسماعيل عليه السلام، أليس كذلك؟ من هو إسماعيل؟ أبو العرب. ومن نسله من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من دعوتهما وهما يبنيان البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. شوف الربط العجيب. ماذا أحدثكم؟ وبعدها بدأت عاد آيات الأحكام، قواعد الدين. شوف القصاص، الصيام، الصلاة، أركان الإيمان، أركان الإسلام، آيات الدين، الصدقة، الزكاة، الطلاق. عجيبة عجيبة يا أخوان. سارعوا في حفظها، أقبلوا على حفظها وتعلمها. في صحابة بقوا 8 سنوات مثل سيدنا ابن عمر الله يرضى عنه، 8 سنوات وهو يتعلم سورة البقرة لما فيها من الخير العظيم والأحكام العظيمة. ومنهم من بقي 17 سنة في تعلمها. فاللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.